بتعدي علينا بسرعة، لكن خلاص النهاردة وبكرة ليلة العيد، العذراء ليها مكانة في الكنيسة، والكنيسة بتكرمها في صورة النهضات الروحية والأعياد الخاصة بها. فرحانين جدا السنة دي بأبائنا وتشريفهم لينا، ونشكر الله أنه لم يعتذر أحد، دايما بيفاجئونا كده في النهضات لظروف الخدمة يعتذر الآباء. زي بيقولوا كده حسن الختام أو أحلى الكلام، النهاردة بيشرفنا قدس أبونا جون ميخائيل كاهن وملاك كنيسة القديسة يوستينا في بقالي شهر يا أبونا بحفظها لهم بالضبط الأسبوعين اللي فاتوا، وأنا أقول المنهج أقول الجدول كله لغايه ما اوصل لغايه قدسك، يعني قصدي اوصل ممكن اقول الثاني يوم وخلاص، يعني لكن عشان نوصل في الاخر لكنيسه القديسه يوستينا فايبن فين؟ ها؟ لا قولوا مع بعض، ها؟ ايوه كده كويس، عجبهم الاسم يا ابونا، وهيعجبكم قوي ابونا. في طبعا احنا فرحنا قوي بابونا في صلواته الهاديه امبارح والنهارده، الحقيقه متعونا الاباء. ابونا مارك صوته حلو جميل كده ومعزي، والنهاردة معنا أبونا جون كمان صوته حلو ومعزي، وهيكون معنا بكرة إن شاء الله في القداس الإلهي. نرفع قلوبنا الرب من أجل أن يعطي كلمة عند افتح الفم ويعطينا أذانا صاغية لنعمل ما يقوله الروح لنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن والأبد آمين. استحقش الكلام الحلو اللي أبونا بيقوله ده، يعني أبونا محبته كبيرة خالص، ويعني حقيقي كده من المرة اللي فاتت وأنا ارتبطت بأبونا كده خالص وحبيته خالص، كله محبة. وأبونا باركنا السنة فاتت برضو في نهضة القديسة يوستينا، وكلنا فرحنا بأبونا وخدنا بركته. ربنا يديم كهنوته ويفرحكم بخدمته الحلوة المثمرة وحكمته في كل شيء في تدبير الكنيسة. ربنا يبارك في خدمته ويخليه لينا ويفرحكم دايما بخدمته الحلوه. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنقرا جزء كده من سفر العدد، هقرا بالعربي والانجليزي، وانا هحاول في الكلام كده يعني ندخل شويه انجليش عشان لو في حد مش متين في العربي، اللي كله بيفهم عربي يعني مش كده، بس يعني لحد مش متين قوي لو لقيت كده حسيت في بعض كلمات تقيلة ممكن نقولها بالانجليش يعني. الجزء اللي هقراه عليكم في سفر العدد، لما كان شعب اسرائيل طلع من مصر ورايح علشان ربنا اخرجه طبعا بمعجزات كبيرة وشق البحر الاحمر وعده، بعد كده الشعب بدأ يتجه ناحية أرض الموعد اللي ربنا وعده بيها. تعرفوا أن الشعب وصل عند حدود أرض الموعد بعد قد إيه؟ أول مرة يوصل عند الحدود كده كان بعد قد إيه؟ 40 سنة؟ حد يحب يزود ينقص؟ after how long they reached to the يعني borders of the promised land؟ بعد تقريبا 9 شهور الشعب وصل عند حتة اسمها برية فاران، ودي كانت يعني قرب الحدود خالص. فموسى النبي قال ايه؟ نبعت شوية ناس يتجسسوا الارض. You're gonna send some people to spy the land. فبعت اختار راجل من كل سبط، يقول لك كده راجل فهيم يعني كده، والاتناشر دول بعتهم عشان ايه؟ to spy the land، عشان يتجسسوا الارض. قال لهم شوفوا الارض دي شكلها ايه، والناس اللي هناك شكلهم ايه، والمدن شكلها ايه، قاعدين في خيام وقاعدين في مدن حصينة، في شجر في بتاع، يعني تجسسوا الارض وتعلنوا لنا الاخبار. فزي ما تعرفين القصه، الناس راحوا تجسسوا الارض، وده جزء هقراه عليكم. يعني لما راحوا تجسسوا عملوا هناك، عشان دي في حته دي اللي هنركز عليها الكلمه النهارده. فبس اعلقكم عشان الحته اللي هقراها لكم دي تبقوا عارفين في انهي موضوع يعني. فالمهم يعني لما ال 12 رجعوا، في كم واحد قالوا له جود نيوز وفي كم واحد قالوا له باد نيوز؟ ها؟ 2 اللي هم مين؟ يشوع ابن نون، كالب ابن يفنة.
فالاثنين رجعوا دول قالوا اخبار كويسه قوي، قال لا دي ارض جميله وتفيض لبن وعسل والى اخره، واحنا ربنا هيدفع الناس دي في ايدينا. لكن للاسف العشر التانيين بقى قالوا اخبار وحشه خالص، قالوا دول ناس بقى عماليق جاينتس اند وي هاف نو تشانس، واحنا خلاص وجينا داي هير وبتاع. الشعب سمع طبعا للاغلبيه واتقلب على موسى وكانوا عايزين يموتوه. بيقولوا له يعني انا بس بسرعه كده بديكم فكره عن القصه، لكن مش هادي اللي هيبقى الموضوع بتاعنا، انا بس هاخد حته كده بس، ولان دي هتحمل رمز للموضوع اللي هتكلم عنه. يعني this part I'm gonna read in you just carries a symbolism for the topic you're gonna talk about today. فالمهم يعني وربنا قال لموسى انا اعمل لك شعب تاني وافنيهم، وموسى تشفع للشعب قال له يعني الشعوب اللي حوالينا دي تقول ايه، اخذتهم البرية عشان تموتهم وتشفع. يعني ربنا من محبته يعني بيخلي اولاده يتشفعوا، اولاده القديسين زي موسى عن شعبه. فربنا قبل شفاعة موسى، قال له بس بقى ايه تتوههم في الاربعية كده في البرية 40 سنة. يعني 40 سنة دي ما كانتش الوقت اللي هم محتاجينه عشان يوصلوا، لا، عشان ربنا قال له الجيل ده كله اللي رفضني ورفضك ده ما يستحقش يخش ارض الموعد. فلفهم 40 سنة غط ما الجيل ده كله ايه يموت، والجيل اللي بعده هو اللي يخش ارض الموعد. حتى موسى نفسه ما دخلش، ودي لها طبعا اكثر من سبب بس مش موضوع. فال40 سنة دول كانوا بيلفوا في البرية، وربنا استخدمهم علشان يشهدوا لي في الفترة دي. فالمهم الحتة اللي حقرق عليها دي النهاردة يعني حتة بس كده من القصة اللي هتحمل رمز حلو في الموضوع اللي هنتكلم عنه. فيقول فصعدوا وتجسسوا الأرض من برية سين إلى رحوب في مدخل حياة حماء، وصعدوا إلى الجنوب وأتوا إلى حبرون، وكان هناك أخيمان وهشام وتلماي ابن عماق إلى آخره. يقول وأتوا إلى وادي أشكول. هما دلوقتي الـ 12 دول راحوا فين؟ وادي أشكول، يعني الأرض الموعد يتجسسوها. يقول وقطعوا من هناك زرجونة. حد عارف إيه الزرجونة دي؟ هتزرجنوا معانا بقى انا كده. الزرجونه ديت اللي هي يعني اللي هي بالانجليزي اللي هي الفاين، يعني عنقود عنب، اللي هي عنبايه يعني، لا عنبايه هناك كده زرجونه بعنقود عنب، يعني عنبايه وفيها عنقود عنب. بس الارض دي كانت خصبه جدا لدرجه ان العنقود ده احتاج ان اتنين يشيلوه، يعني حطوه شوف يقول لك كده. فاخذوا زرجونه بعنقود واحد من العنب وحملوه بالدرقانه. الدرقانة دي خشبة، عارفين يعني بالبلدي كده اللي هي الشومة، عاملة زي خشبة كده، وعلقوا فيها. شوف العنقود بقى ضخمة دي لدرجة يعلقوه على العصاية دي الدرقانة دي، واثنين رجالة يشيلوها، اثنين حملوا الدرقانة دي. فدعي ذلك الموضع وادي أشكول بسبب العنقود الذي قطعه بني إسرائيل من هناك، ثم رجعوا من تجسس الأرض بعد 40 يوم. انا بس حبيت اقرا الحته دي لان النهارده الموضوع بتاعنا هيكون حوالين العنقود دوت. اقراها بالانجلش ولا يعني هم when they went to spy the land there they found a big cluster of grape and on a vine. So Moses commanded them to bring some of the fruits of the land. So they cut the vine with the cluster of grape and they put it in a pole. And two people carried it. يعني imagine كده ان في two people, one in the front and one in the back, and in the middle في ايه؟ The cluster of grape. So and they took it back to the Israelites and they went back from spying the land. طيب النهارده بنعمة ربنا يعني زي ما كان ابونا بيقول دي ايام جميلة جدا، ايام صوم العذراء، لان اجمل ما فيها ان شفيعة هذا الصوم. احنا عارفين الصوم ده عبادة، والعبادة موجهة لله، والحتة دي مهمة ان احنا نفهمها، عشان في بعض الناس الغير أرثوذكسيين يقولك انتوا بتعبدوا القديسين وتعبدوا العذراء. يعني احنا بنقول صوم العذراء ما نقصدش احنا بنوجه العبادة للعذراء، لكن احنا العبادة والصوم موجه لله. وبدليل على كده ايه؟ لسه امبارح احنا احتفلنا بايه؟ عيد تجلي، ده عيد سيدي، ورغم كده ما كسرش الصوم. يعني ما بنصومش انقطاعي فيه،
لكن ما قلناش ناكل فطاري. رغم ده لو كان الصوم ده فعلا للعذراء كان كسر الصوم طبعا، لان العذراء ولا المسيح. لكن هو عشان صوم فالصوم ده عباده موجهه لله، فما يكسرش الصوم، لان احنا بنوجه كل العباده لربنا. لكن شفيعه هذا الصوم هو مين؟ الست العذراء. عشان كده الصوم ده محبب قوي عند الناس. يعني كل الاصوام ممكن تاخد شويه مجهود مننا عشان نقنع الناس يصوم، لكن صوم العذراء ده الصوم الوحيد اللي الناس فرضته على الكنيسه. وزي ما انتم عارفين القصه ازاي بدا، وعذارى بس هم كانوا الاول بيصوموه، وبعد كده القرن 13 اتقنن الصوم ده في الكنيسه وبقى الكل يصوموا والناس بتستناه. واحيانا كتير جدا من الناس يبداوا من اول اغسطس، يعني مش بيبداوا يعني بيزودوا كمان. وكمان في ناس كتيره تصوموا من غير سمك، رغم ان هو الكنيسه بتصرح بيه بالسمك، لكن في ناس تختار كده. كل ده ايه؟ بسبب حبهم في شفاعه هذا الصوم اللي هي امنا الست العذراء. يعني that's why we when we say fast of Saint Mary, it doesn't mean we worship Saint Mary, but we worship God, because fast is a form of a worship, and worship always is directed to God. But we say we fast for God, but the intercessor of this fast is Saint Mary. عشان كده الست العذراء دي احنا بنحبها، بنحب صومها. وتلاقي كل بقى الفتره ديت عمالين نتامل في الست العذراء وفي الصفات بتاعتها وفي رموز الست العذراء. هنركز شويه النهارده على رمز من رموز الست العذراء اللي هو احنا تعبير بنطلق عليها، بنقول انت الايه؟ الكارما. بنشبه الست العذراء بالكارما. الكارما اللي هي الايه؟ العنب، مش كده؟ فاين اللي هو الجريب او العنب. يعني الكنيسه شبهت العذراء بالكارما في اكتر من مكان. حد يفتكر كده يقول لي امتى بنقول لها يا والدة الله انت ايه؟ ها؟ لا مش سامع، معلش علي صوتكم شويه. انتوا بتقولوا صح بس علي صوت. دي بنقولها فين بقى؟ الناس اللي بتصلي الاجبيه في قطعة من قطع، القطعة الثالثة من صلوات ايه؟ ساعة ثالثة، مش كده؟ بس انا سمعت حاجة، والحقيقة دي ترجمة مكتوبة كده بس مش دقيقة. بنقول لها يا ورقة الله انت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة. الحقيقة التعبير ده مش دقيق شوية، يعني احيانا الترجمات بتبقى ما تترجم اللغة للتانية بتبقاش دقيقة شوية. لان مين هو الكرمة الحقيقية؟ مين قال عن نفسه أنا هو الكرمة؟ السيد المسيح. فمش معقولة نشبه العذراء بالتعبير اللي هو السيد المسيح أطلقه عن نفسه. فعشان كده التعبير الأدق هو الكرمة الحقانية مش الحقيقية، لأن أي حاجة يرتبط بالحق أو التروث ده belongs to إيه؟ only God. يعني ربنا قال كده عن نفسه أنا هو إيه؟ الطريق والإيه؟ والحق. I am the truth. So لما نقول الحق ده يبقى ده منسوب لإيه؟ لربنا بس. لكن حقاني يعني إيه؟ لما الإنسان يتكلم بالحق يقول لك فلان ده دايما يقول الحق فنسميه إيه؟ حقاني. ده حق، إنسان حقاني. فعشان الست العذراء دي تكلمت بالحق في كل كلامها وشهدت للحق اللي هو السيد المسيح، عشان كده إحنا نسميها حقانية، لأنها شهدت للحق وتكلمت بالحق. فعشان كده بنقول لها أنت هو كرمة الحقانية الحاملة عن قود الحياة. وفي لحن برضو من الألحان الجميلة قوي، بس أحيانا للأسف كان زمان أول ما جيت هنا كان أبونا أنطونيوس حنين الله ينح نفسه في كنيسة العذراء كنت بخدم معاه، فكان يحب جدا أن الشمامسة ساعة اللبس يقولوا لحن تنقو قشت كلنا بنقوله. وفي بعديه لحن جميل قوي اللي هو شيري ماريا تيورو تيفو، من الألحان الجميلة قوي. كان أبونا يحب أن احنا نقوله كله، كان دايما لازم نقول اللحنين دول، علشان قال اللحن ده هيندثر من الالحان الجميله جدا، فكنا نقوله كله. حتى لو كنا خلصنا لبس كنا نقول اللحن كله. واللحن ده الجزء المقطع الاولاني فيه معناه السلام لمريم الملكه التي لم تشخ، التي لم يفلحها فلاح، ووجد فيها عنقود الحياه. يعني برضو هنا اشاره ان هي ايه؟ الكرمه الحامله ايه؟ عنقود الحياه. ولاحظت برضو بعض الحان التمجيد ذكرت فيها ان هي الكرمة الدسمة او الكرمة الحاملة عن قود الحياة. طيب ليه الكنيسة سمتها الكرمة؟
ليه هي احدى الرموز ديت؟ لثلاث اسباب هنقولهم النهارده. Everybody following ولا في حاجه؟ ف there are three reasons why we call Saint Mary the vine or symbolizes here with the vine. اول سبب ان الست العذراء بنقول الكرمه الحامله عن كود الحياه. وخلي بالكم الاثنين مرتبطين ببعض، مش بنقول كرمة وبس، دايما نربط الكرمة بالحاملة عنقود الحياة. لأن عنقود الحياة اللي هو مين؟ مين اللي هو شالته؟ What is the cluster of life? Why we call her the vine that carries the cluster of life? Why? عشان مين هو cluster of life ده؟ سيد المسيح. طب وليه بنسميه عنقود الحياة؟ لأن هو احنا كنا أموات في الخطية وهو جه عشان يحيينا. وبعدين حاجة تانية ان العنب ده بنعمل منه الواين اللي هو الخمر النبيت. وده السيد المسيح يوم خميس العهد حوله للدم وقال للتلاميذ خدوا اشربوا، هذا هو دم العهد الجديد يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية. To be given for the forgiveness or remission of sins and eternal life to those who partake of it. عشان كده ده أول سبب بنسميها الكرمة، لأن هي حملت عنقود الحياة اللي هو العنب اللي من خلاله جه متعمل منه دم المسيح اللي كان سبب في الحياة بتاعتنا. لأن الخطية هي موت، والسيد المسيح دمه بيطهرنا من كل من كل خطية. ف the blood of Christ purifies us from all sins. That's why he brought life to us. That's why we call her the vine who carries the cluster of life. يعني هي تحمل عنقود الحياة. وطبعا العنقود دوت بينمو من خلال العنباية، يعني بيطلع منها من ذاتها، مش كده؟ والسيد المسيح أيضا من خلال الروح القدس أخذ الطبيعة الناسوتية وطلع من من الست العذراء. Same thing, Jesus was incarnated by taking flesh from Saint Mary. ده أول سبب. السبب الثاني هو بقى القصة اللي أنا قريتها عليكم دي بتاعت عنقود الحياة. الآباء كده تأملوا في الحتة دي وقال لك إن العنقود ده اللي شايله الاثنين الرجالة ده بيشير للست العذراء. الست العذراء كانت اللي بتمثلها عنقود الحياة كانت في النص كده العنقود احنا قلنا، واثنين رجالة، يعني انتم بتخلين المنظر واحد ماشي قدام واحد ماشي من ورا وشايلين العصاية وفي النص متعلق فيها العنقود بتاع العنب، مش كده؟ فالاباء قال لك ده هي العنقود ده بيشير الى الست العذراء، والراجل اللي ماشي قدام ده بيشير الى الناس او رجال بتوع العهد القديم. ليه؟ لان هو ماشي ومش شايف في ظهر العمود. قال لك ان الناس بتوع العهد القديم شافوا العذراء من خلال الرموز لكن ما شافهاش بالعيان. وندي شويه امثله لكده. واحد مثلا زي نوح شاف الست العذراء في خلال انهي رمز؟ برافو، الحمامه. When he sent the dove and came back with in her mouth غصن الزيتون، بالظبط اللي هو البرانش اوف الاوليف، كانت علامه ان في سلام بقى في الارض. والست العذراء حملت فيها ملك السلام. فنوح he saw the symbolism in Saint Mary in this dove. طيب واحد زي يعقوب، براف، شاف هو نايم الحلم بالسلم اللي connecting heaven and earth، فده كان عامل زي Saint Mary اللي هي in her womb heaven and earth were connected in here. فهو شاف الست العذراء من خلال السلم بتاعه. طب واحد زي موسى النبي، ده اهم حاجه بقى، ده شاف البيرنينج بوش، العليقه اللي بتحترق ولم النار جواها، قصدي ولم تحترق، يعني fire inside it and did not consume it. فده كانت symbolism of Saint Mary. طبعا موسى ده بقى ده التابوت، وكل دي بقى كانت رموز للست العذراء، يعني شافها والشورية. ده هارون بقى، هارون شافها من خلال الشورية، وعصا التي افرخت، برافو، كانت اشارة للست العذراء، افرخت بدون زرع بشر. والشورية
اللي بخر بيها وقف الوباء المهلك عن الشعب. وطبعا الست العذراء هي جابت ايه؟ السيد المسيح اللي من خلاله وقف الايه؟ الوباء بتاع الخطيه. طيب حزقيال، واحد زي حزقيال شاف الست العذراء من خلال انهي رمز؟ برافو، شاف ايه؟ gate in the east and this door the Lord entered from it and the door remained ايه؟ closed. ده بيشير الى ايه؟ برافو، عذراوية العذراء. خلي بالكوا دي حته مهمه، عشان برضو في ناس الغير أرثوذكس يقول لك دي اتجوزت وخلفت لا مش معقوله الكلام ده. والرمز بتاعها في حزقيال اللي هو راى الباب في المشرق والرب دخل منه وخرج وبقى الباب ايه؟ مغلقا. ده اشاره الى دوام بتوليه الست العذراء. Perpetual virginity of Saint Mary. She was virgin before, during, and after conception. طب واحد زي سليمان مثلا برضو شافها برضو على شكل حمامة لما قال ايه؟ يا حمامتي يا كاملتي، تكلم عنها في سفر الوحدة بس ايه؟ وحيدة اللي هي الست العذراء. شافها لما قال كده my dove and my perfect ايه؟ one is the only one the only one of her mother. يبقى دي بعض الامثله لبعض رجال العهد القديم اللي شافوا العذراء من خلال الايه؟ الرمز، لكن ما شافهاش بالعين. الراجل بقى اللي من ورا ده ايه؟ قصاده الايه؟ الست العذراء. ده بيشير الى ايه؟ رجال العهد الجديد اللي شافوا الست العذراء بالايه؟ العين. يبقى تاني سبب، the second reason why we call her the vine, because she carried that symbolism that we saw in the Old Testament. That she was a cluster of life and carried by two men. The one in the front refers to the men of the Old Testament, the one that they saw Saint Mary through the symbolisms, and the one in the back refers to the men of the New Testament who saw Saint Mary face to face. وقلنا طبعا the first reason اللي هو she brought the cluster of life the Lord Jesus Christ. طيب ثالث سبب بقى، وده يعني ناحية عملية شوية وحنركز شوية عليها في موضوعنا النهاردة. ان هي شوفوا في سفر القضاء كده في صح 9 عدد 13 يقول كده آية لطيفة قوي، يقول فقالت الكارما أترك مستاري، مستاري يعني اللي هو النبيت الجديد الذي يفرح الله والناس. فقالت الايه؟ الكارما أترك مستاري الذي يفرح الله والناس. طب ليه الكارما او العنب او النبيت دوت النبيت المستار زي ما قلنا اللي هو النبيت الجديد ده ليه بيفرح الله والناس؟ النبيت بيفرح الله لان من خلال النبيت ده ايه؟ هيتحول الى ايه؟ الى دمه، ودمه دوت ايه؟ هيخلصنا. فعشان كده ده بيفرح ربنا. عشان كده حتى في العهد القديم كان ربنا يقول لهم تحطوا سكيب من خمر على الذبيحه، قبل ما يقدموا الذبيحه يحطوا سكيب من خمر عليها، لان ده في اشاره الى ايه؟ دم المسيح الذبيحه الحقيقيه لما هيصلب وينزل منه الدم اللي هو يخلصنا. اوكي. يبقى بيفرح ربنا لانه كان هيبقى سبب في خلاصنا، هيتتحول الى الماده اللي هي الدم اللي بيخلصنا. وبيفرح الناس لان بالمفهوم كده بتاعنا الخمر بيعيش الناس في ايه؟ في عالم وهمي. عشان كده تلاقي اللي بيشرب ده ويسكر عايش في عالم تاني، والناس يعني ده المفهوم العالمي بتاعها، يعني الناس تشرب الخمر اللي عنده بقى مشكله ولا ما اعرفش يقول لك يروح يشرب عشان ايه؟ انسى، ويبقى مبسوط بقى ومهيص ونسي كل الايه؟ المشاكل والمتاعب بتاعته، ولو مرض ولا بتاع يشرب عشان ايه؟ ينسى. بالمفهوم الروحي الانسان لما يعني ينال الخلاص ويعيش مع ربنا تلاقي انه عايش في حاله في حاله كده نوع من الهيام الروحي، يعني في قمة الفرح، حتى وهو في وسط الألام والضيقات أو أمراض أو لآخره تلاقيه في قمة الإيه؟ التعزية وفي قمة الفرح. فالست العذراء أحبائي فرحت اللي هي الكارما بقى، كانت سر فرح أيضا، سبب فرح لله. ده هنزود عليها بقى مش الله والناس بس، وأيضا الملائكة. ليه بقى؟ كانت الست العذراء فرح لربنا لأن هو لم يجد مثلها. الست العذراء كانت فرح لربنا. احنا معلش انا نسيت نفسي، following me ولا اقولها بسرعة in English؟ following؟ طيب
يعني هو انا قلت لكم الفيرس ديت في بوك اوف جادجز بتقول but the vine said to them should I seize my new vine which cheers both God and men. احنا قلنا that's why the vine cheers God because out of it will be the blood that is the way of our salvation and also bring joy to people because makes them forget about their sorrow and agonies. طب الست العذراء, let us apply this to Saint Mary بقى. ازاي الست العذراء اللي شبهت بالكرمة اللي بيجي منها العنب اللي بيجي منها الدم المسيح اللي بيخلصنا كانت سر فرح او سبب فرح لله وللملائكة والناس. زي ما قلنا فرحت ربنا لان هي ما كانش في حد غيرها. لم يوجد, يعني ربنا استنى 5000 سنة, شوف قد ايه لجد ما جه ملء الزمان ولقى الانسانة المناسبة. عشان كده جميلة قوي الكلمة اللي قالها سفر النشيد, الواحدة هي حمامتي, ما فيش زيها, الوحيدة لأمها. أمها دي يقصد بها ايه؟ كنيسة, ما فيش غيرها. ربنا بس على كنيسة العهد القديم, وطبعا الجديد ما جاش ما لقاش زي ايه عقيلة والدتها رأتها البنات فطوبنها. البنات اللي هم ايه؟ الخدام اللي في الكنيسة والشعب, فطوبنها. ودي حتة تانية عشان الست العذراء اللي نرد على الناس اللي بيقولك ليه نكرم العذراء وليه نطوبها, اهو اهدي نبوة عن الست العذراء. وفي العهد القديم طبعا, في العهد الجديد هي قالت ايه وازا will call me blessed أو تطوبني جميع الأجيال. وإحنا بنقول في التسبيح الآب تطلع من السماء فلم يجد إيه من مشبهك أرسل ابنه الوحيد. وبرضو في مزمور لطيف كنا بنتأمل فيه من كم يوم كده عن اللي هو أساساته في الجبال المقدسة, وشفنا التشابه الحلو جدا بين صهيون أو أورشليم. صهيون ده كان الجبل المبني عليه أورشليم, وبين الست العذراء. وقلنا ان يقول المزمور واحب الرب ابواب صهيون اكثر من كل مساكن يعقوب. مين باكت ابواب صهيون دي؟ كانت الست العذراء. والابواب بتشير الى الفضائل, عشان كده حتى لما يوحنا الرائي شاف اورشليم في سفر الرؤيا وبيوصفها قال ان فيها 12 باب وكل باب مكتوب عليه اسم من اسباط الايه الاسرائيل ال12. يعني هي سو 12 جيتس for heavenly Jerusalem and every gate on it was written the name, one of the names of the tribes. وكل اسم من tribes ده ليه معنى بيشير الى فضيلة. يعني معنى الانسان ما يخشش السماء الا ما لازم يكون عنده ايه فضائل. من غير الفضيلة او الفضائل الانسان ما يقدرش يخش السماء. فعشان كده الست العذراء بقى دي كانت ايه حاملة الفضائل كلها. عشان كده ربنا لقاها كاملة فعلا من كله. كل الفضائل كانت تجتمع في الست العذراء. يعني احيانا لما اتكلم على بعض القديسين يعني تلاقي في قديسين كده نبغوا في فضيلة معينة, عندهم كل الفضائل بس يعني في فضيلة معينة نبغوا فيها قوي. لا, الست العذراء كانت في كل الفضائل. عشان كده ربنا احب ابوابها اكثر من اي ايه مساكن يعقوب. ففضائل الست العذراء دي كلها فرحت ربنا. كل الفضائل اجتمع, وبالذات فضيلة الاتضاع والوداعة. كانت إنسانة قمة في الاتضاع وفي الوداعة. عشان كده كانت سبب مسرة لله, لأن هي دي اللي اختارها علشان يخلص به العالم. أيضا كانت سبب فرح للملائكة, for the angels, a joy to the angels. ليقال حسب التقليد أن الست العذراء لما وصلت تقريبا سن 12 أو كده كانت بتدي أكلها للفقراء والمحتاجين, وكانت الملائكة بنفسها بتأكلها. ما عرفش كان لها علاقة خاصة جدا بالملائكة. ويمكن يعني نلاحظ الكلام ده في حديث الملاك مع الست العذراء, ولو تقارن بينه حديثه مع زكريا الكاهن تلاقي حديثه مع العذراء طويل, أطول بكتير من حديثه مع زكريا. وكأن كده كان مستمتع في وجوده ايه معاها الملائكة. غير ده كله طبعا بقى الكتاب يقول ان السماء كلها تفرح بايه بخاطي واحد يتوب. طب بقى ازاي تفرح باللي جابت لهم المخلص اللي خلص العالم كله بقى, مش بس خاطي واحد, ده العالم كله جه لاجل خلاص العالم. فعشان كده هي ايه
سر فرح للملائكة. But Saint Mary was a joy also to the angels because she brought to the Savior of the world who came to save the world from the sins, and that's why it caused a great deal of joy to the angels. آخر بقى نقطة وأهم نقطة إن هي كانت سر فرح للبشرية كلها. والمديحة اللي احنا قلناها النهاردة اللي قلتوها مع أبونا النهاردة في التمجيد اللي هي شاش في صوب ميني 7 مرات سبحك دي، تلاقي عمالين بقى ايه نقول السلام لك يا عذراء يا مش عارف ايه، ونربط بينها وبين كل رجال العهد القديم. بس بقى في كم حتة كده بتبين قد ايه ست العذراء فرح للناس كلها. فنقول لها ايه؟ السلام لك يا عذراء تهليل حواء، the joy of Eve. فرح هابيل الصديق، joy of Abel the just. تهليل يعقوب، rejoicing of Jacob. وبعدين في الاخر نقول لها ايه؟ سلام لك يا عذراء فرح الاجيال، the joy of all generations. كانت فرح للاجيال كلها. كانت تهليل لحواء او joy of Eve ليه؟ حواء طبعا كانت السبب في ايه؟ ولقت انها بدل ما كانوا عايشين في الجنه مع ربنا اتكرشت من الجنة وراحوا فين؟ وراحوا الجحيم. ولقت ان كل الناس اللي بتاعها بسببها ايه؟ رايح بسببها وآدم طبعا يعني، بس هي اللي اخطأت في الاول. فكانت حواء ديت طبعا هم ربنا قبل تبتهم وكل حاجة، هم في السماء دلوقتي، لكن كانت في سبب حزن ان بسببها وسبب آدم كانت ايه؟ كل الخليقة سقطت وكله راح على الجحيم واتقفل قصادهم باب الفردوس. امتى بقى الست العذراء فرحت وتهللت؟ لما تحقق الوعد اللي ربنا قاله لها. قالها ربنا قال لحواء ايه؟ سياتي من نسل المراه من ايه؟ يسحق راس الحيه. ففضلت هي مستنيه هذا الوعد لغايه ما الست العذراء بقى صلحت الدنيا خالص بعد ما حواء الاولى بوظتها، حواء الثانيه. عشان كده كانت الستات في العهد القديم الحقيقه يعني بينظر اليهم حتى في الكتاب المقدس ان هم درجه ثانيه. معلش ده كان الوضع في العهد القديم طبعا، مش دلوقتي. دلوقتي دول ايه؟ فوق راسنا من فوق. الست العذراء بقى يعني ما نقدرش نتكلم دلوقتي. فلدرجه يقال، شوفوا عند اليهود كان في تقليد كده ان لما كانوا يطلعوا جنازات كان يحطوا الستات في الصف الاول كده، يعني عايزين يقولوا ايه؟ انتوا ايه السبب في سبب حزن البشريه والموت والى اخره. الست. وحتى لما كانوا يعدوا الشعب في العهد القديم كان يعد الرجاله بس، الستات والاولاد ما يتعدوش. وحتى وضحت في معجزه الخمس خبزات والسمكتين، يقول لك ايه؟ 5000 ما عدا النساء والاولاد. لكن جيت الست العذراء بقى صلحت الوضع تماما ورفعت شان بقى المراه، وربنا يعني النهارده الست العذراء دي حاطينها فوق التاج الخليقه كلها. فعشان كده هي اصبحت تهليل ايه؟ حواء. طب فرح هابيل الصديق ليه؟ هابيل الصديق كان راجل بيقدم ذبائح لربنا وذبائحه مقبوله وزي الفل، وفجاه لقت ايه؟ اخوه غدر بيه وموته وانتهى فين؟ في الجحيم. طب الذبائح يا رب دي اللي انا قدمتها لك واتقبلت راحت فين؟ فضل هابيل مستني لغايه ما الست العذراء جابت بقى الذبيحه الحقيقيه اللي كانت كل الذبائح دي بتشير اليها، جابت له الذبيحه الحقيقيه واخيرا ذبيحته بقى ايه؟ بقت افكتيف او قبلت في ذبيحه المسيح، واتفتح الفردوس وفرح هابيل ان ذبيحته اخيرا قبلت من خلال ايه؟ ذبيحه المسيح، الذبيحه الحقيقيه. يبقى الست العذراء عشان كده that's why she was the cause of joy of Abel because his sacrifice was accepted when the Lord Jesus Christ died on the cross, the true sacrifice, and then he was able to go to paradise. طب بنقول تهليل يعقوب ليه؟ يعقوب كان نفسه في البكورية، البكورية اللي هي البيرث رايت. And because of that, with the help of his mother, he stole الايه؟ البيرث رايت from عيسو، يعني سرق البكورية من عيسو. طب بقى أنا سرقت البكورية وأخدت الايه؟ البركة. طب ده أنا أخدت البركة أعيش ايه بقى؟ حياة كلها بركة. أبدا، لقى أن كل حياة يعقوب ده حياته كلها كانت تعب. خاله لبان قعد عنده 20 سنة ذل ذل مفيش بعد كده، وكل شويه يخدعه ويعمل فيه مقالب واحنا عارفين يعني. وبعد كده راح عشان يقابل عيسو يتذلل ويسجد له، يعني ذل مفيش بعد كده.
وبعد ما يستقر شوي، وطبعا دينا بنته عملت مره فيهم عمله صعبه، وانا بس عشان الوقت. واخيرا بقى اوحش حاجه تعبته خالص بقى حكايه مين؟ يوسف. لما اخواته راحوا قالوا له ده يوسف مات اللي كان روحه فيه، فعاش حياه كلها تعب وضيقه. طب فين يا رب البركه اللي خدتها دي؟ وفين الوعود بتاعتك؟ الوعود البركه دي بقى امتى اتحققت؟ لما جه من نسله يهوذا اللي منه جه مين؟ المسيح. والست العذراء نفسها كانت من سبت يهوذا ويوسف. فلما جه السيد المسيح اخيرا بقى كانت البركه اللي واخدها بقى لها قيمه، وحس بقى بالبركه دي لما جه من نسله المسيح وراح السماء. يبقى اصبحت السيده العذراء يعقوب اللي تعب حياته كلها كانت تعب، اصبحت تهليل لي لما جه من نسله مين؟ السيد المسيح. جابته له الست العذراء، فاخيرا فرح يعقوب وحس بالبركه دي اللي ما كانش شايفها في حياته على الارض، لكن شافها في السماء بميلاد السيد المسيح. طب اخيرا بقى بنقول يا ست العذراء ان انت فرح الاجيال كلها، ذا جوي اوف اول جينيريشنز. ليه؟ طبعا انا بنقول اول جينيريشنز وي مين ذا اولد اند ذا نيو تيستمنت، يعني كانت فرح للكل. زي ما شفنا لكل رجال العهد القديم كانوا في الجحيم مستنيين الفرج، عشان كده كانت فرح ليهم، وفرح لداود اللي رقص قصاد التابوت، وفرح لهارون اللي حمل العصا والشريه والى اخره زي ما قلنا، وفرح بقى للعهد الجديد لكل الاباء الرسل. كان الست العذراء سبب تعزيه كبيره ليهم وصلواتها وشفاعتها، وشفنا ازاي عملت ايه مع متياس الرسول وطلعته من السجن، العذراء حلت الحديد، وما فيش انسان طلب معونتها الا ولقته. وهختم بقى بمنظر جميل جدا رسمه لنا القديس يوحنا، بينت فعلا ازاي العذراء دي كانت فرح للعالم كله. شفناها في الموقف بتاع عرس قانا الجليل، وده القديس يوحنا بس اللي انفرد بيه. عرس قانا الجليل ده كان بيشبهنا بالبشريه، يعني the wedding of Cana of Galilee this represent the whole humanity that they ran out of wine. wine احنا قلنا نستبدله بالايه؟ فرح. فالبشرية نفذ الفرح بتاعها مش موجود، فكان لازم ايه؟ فالست العذراء كانت موجودة في الايه؟ وهي اللي تشفعت وراحت قالت لهم ايه اللي حكاية؟ الخمر بتاعكم خلص، ما تخافوش، السيد المسيح كان موجود. وقالت له ايه؟ بس خلي بالكم بقى، الست العذراء هنا قالت كلمة، وهي الكلمة الوحيدة او الوصية الوحيدة اللي قالتها للبشرية كلها. انت عايز تفرح وعايز الست العذراء تتفرحك بشفاعتها، يبقى تسمع النصيحة الوحيدة اللي اديتها لنا. ايه النصيحة الوحيدة اللي اديتها لنا؟ برافو. مهما قال لكم فافعلوه، مهما قال لكم فافعلوه. طب هو قال لنا ايه؟ اهو ده كلام ربنا اللي قاله لنا، الكتاب المقدس كلمته. مهما قال لكم، الست العذراء بتوجهنا نحو وصية المسيح، وصية ابنها. تسمع كلام ربنا وتعيش بالوصية، يبقى تأكد. يا ما ناس تقول لك طب أبونا إحنا وقعنا في مشكلة وقعدنا نصلي وتشفعنا بالعذراء وبالقديسين وما فيش فايدة، أقول لك لأن ربنا ما عندوش مشكلة خالص يحل لك أي مشكلة مهما إن كانت، مهما كانت المشكلة معقدة. يعني في عرس قانا الجليل ربنا حول المادة المية إلى مادة تانية خالص، يعني مش مثلا عدلها، لا لا، ده حولها إلى مادة تانية خالص. الواين ده ملوش علاقة بالمية، مش كده؟ ده جاي من العنب، يعني ملوش دعوة بالمية، لا ده حولها. وهكذا ربنا فرحنا من خلال الطبيعة الجديدة، ادانا طبيعة جديدة خالص. وبالمناسبة يعني افتكرت حاجة، في كنيستنا دي عظيمة قوي، اللي بس ينتبه للطقس بتاعها، في طقس الإكليل طلبة جميلة قوي، تلاقي الكاهن بيقول طلبة كده ويكرر فيها الطلبة دي ثلاث مرات، يقول ايه؟ يا من حول الماء الى خمر في عرس قانا الجليل بارك اتصال عبديك فلان وفلانة. وربنا يكررها ثلاث مرات، يا من حول الماء الى خمر في عرس قانا الجليل بارك اتصال عبديك. طب ايه الحكاية؟ الكنيسة عايزة تقول ان من خلال حلول ربنا وحلول الروح القدس مع الاثنين، يحول رب الماء، الماء بيشير الى الغريزة الجسدية الطبيعية، الى علاقه واتصال روحاني عميق بين الاثنين. فربنا احبائي حول الطبيعه البشريه السقطه الفاسده الى ايه؟ طبيعه جديده تماما. ودي اللي بناخدها من خلال جرن المعموديه، الانسان العتيق بيموت ويقوم ايه؟ انسان جديد في جده الحياه.
following me. معلش بقى اوكي. ففي عرس قانا الجليل ربنا، فالست العذراء كانت شفاعتها عايز ربنا يحول الانسان العتيق بتاعك وكل مشاكلك واحزانك، امشي حسب الوصيه. ما انت مشكله ملخبط ومش ماشي وتفتكر ربنا ساعه الضيقه وساعه المشكله وفينك يا رب، ربنا يقول لك انا عايز قلبك يا ابني. ايه اعطيني ايه قلبك، تعال بقلبك واتبعني واتبع الوصيه بتاعتي. والست العذراء تقول لك امشي بس حسب الوصيه، ربنا ما عندوش مشاكل، ده يفتح قوة السماء ويفيد عليكم. اي مشكله ان كانت، في مشكله ممكن تقف قصاد ربنا؟ مستحيل. وشفنا في حياه السيد المسيح على الارض اي مشكله كانت تواجه التلاميذ كان ربنا يحلها لهم على طول، مفيش مشاكل خالص. لكن الفكره ان ربنا عايزك ترجع له بكل قلبه وتسمع الوصيه بتاعت الست العذراء اللي كل ما قال لكم افعلوا، هتعمل كده ربنا هيفرح قلبك ومشاكلك دي ربنا هيحلها وهيعوضك. يعني ربنا بركته ده أب حنين، بس مش ربنا عايز قلبك الأول وعايزك تتبع الوصية وتسمع كلام الست العذراء، فهي بشفاعتها هتفرحك ويتحول. يعني الفرح ده كان ممكن يتقلب غم، فلكن بشفاعة الست العذراء اتحول، استمر الفرح بل وزاد اكتر، لان كان نوع الخمر ده قال حتى رئيس المتكأ استغرب قال ليه تخلوا الخمر الجيده ده للاخر بعد ما الناس يسكروا. فاحبائي الست العذراء عايزه تفرحنا، وشفاعتها القويه جابت لنا مخلص العالم. في فرح اكتر من كده ايه؟ بس احنا عايزين ايه؟ نسمع كلامها الوصيه بتاعتها، ان احنا ننفذ وصيه ربنا ونعيش بيها، يقوم شفاعتها هتكون ايه؟ قويه وفعاله وتفرحنا. اقول لها وهخدم قصه كده صغيره كده لطيفه. كنت في بستان الرهبان يقول كده ان في واحد راهب انسان كان بسيط خالص، وكانت شغلته مهرج في السيرك كده، يقعد يعمل شويه بهلوانات وبتاع. المهم الراجل ده اندب ان هو دخل الدير، وكان انسان بسيط. وبعدين مره في عيد العذراء وهم قاعدين يسبحوا ويعملوا التسبيح والتمجيد وسهرانين في الدير، فده دخل كده وشاف كده صورة الست العذراء وكان بيحبها قوي، فنفسه يعمل لها حاجة. وهم عنده الحاجة الوحيدة اللي يعرفها شوية الحركات اللي كان بيعملها، فقال أنا عايز أفرح العذراء. فقعد يتنطط ويعمل شوية حركات كده بإيده ووشه بتاع علشان يفرحها. طبعا الرهبان شافه كده اتضايقوا جدا، وراحوا بعتوا رئيس الدير واداله كلمتين وبخه، فقعد كده في ركن يعيط. ففوجئوا يلاقوا ان الست العذراء تنزل من الصوره بتاعتها وتمسح دموع الرجل ده وتفرحه، يعني زي تقول له انا قبلت الايه الهديه بتاعتك، لان ده كل اللي انت تملكه. فهي الست العذراء بتفرح الكل وتحب الكل وشفاعتها قويه، فاحنا بنقول لها ايها الكرمه الحقانيه تشفع فينا امام المسيح ليغفر لنا خطيئنا، له المجد في كنس الان الان. جميل ان احنا نعرف رموز العذراء وناخد من الرموز ديت عبر لحياتنا ونعيش بيها، وزي ما ابونا قال هي الكرمة الحقانية اللي جابت لنا الكرمة الحقيقي اللي هو المسيح. نسيت اقول لكم ان ابونا من اسرة كهنوتية عريقة، والد ابونا قدس ابونا جورجيوس ربنا يديله الصحة هو كاهن كنيسة المرقسية في اسكندرية، و وجوز خالة قدسك كان ابونا انطونيوس صح كده؟ جوز خالة قدسك مش كده؟ ابونا انطونيوس حنين اللي هو كان في كنيسة العذراء في بسادينا في لوس انجلوس. وطبعا على رأس الأسرة نيافة الأنبا هدرة مطران أسوان، يبقى خال ابونا على طول، فيعني أسرة كهنوتية كهنوتية. يعني ربنا يديم لنا حياة ابونا ويفرحنا بوجوده في وسطينا ويباركنا دايما في نهضاتنا وفي أنشطة الكنيسة كلها. يبقى لنا ليلة واحدة، هي يسموها ايه؟ يسموها ايه؟ ليلة العيد؟ ليلة العيد صح، هي ليلة العيد صح، ليلة عيد العذراء يسموها الليلة الكبيرة. تعرفين كده؟ في مصر في الأديرة اللي هي زي دير المحرق ودير درونكا اللي حاليا دلوقتي مش متمتعين بالنهضة زي ما انتم متمتعين بيها كده، عندهم اخر ليله يسموها الليله الكبيره، حاجه يعني مشهوره عندهم.
احنا مفروض كلنا تفتقدوا بعض وتيجوا تحضروا على الاقل عشان نصلي للناس اللي في مصر دول مش عارفين يصلوا. هم هيكتفوا بس بالقداسات قداس العيد، مش هيقدروا يعملوا سهرات ولا هيقدروا يعملوا تمجيد، بقى لهم اسبوع لاغين النهضه نهضات وحالتهم يعني حتى في الحته دي مش فرحانين يعني. يا ريت تيجوا تصلوا لهم، يا ريت تتعودوا كده نصلي الناس اللي في مصر بدل الناس ما قاعده في البيت او كسلانه، تعالوا انزلوا كنايسنا مفتوحه هنا نصلي لهم ونسندهم نسندهم بصلواتنا يعني. بكره هنبتدي الساعه 7 مش 7 ونص، بعيد تاني بكره 7 مش 7 ونص، 7 ليه؟ عشان نخلص 9 عشان في تسبح، نسهر في تسبح اللي يحب يحضر التسبحه معانا نخلصها على 10 ونص 11 الا ربع، لانها تسبحه يوم الخميس صغيره يعني مش كبيره. بكرة هنعمل بكرة التمجيد وهنزف، وكمان الدنيا ابتدت تليل بدري مش كده؟ ملاحظين الحكاية دي؟ أنا لاحظتها من أول النهضة لغاية امبارح، خدت بالي امبارح بس، لأنه كنا بنطلع توقيت معين نلف بره الدنيا تبقى منور، فلقيت الدنيا مضلمة امبارح شوية، فواضح الدنيا ابتدت تليل، فخلينا نبتدي 7 ونخلص إن شاء الله الساعة 9. بكرة قداسنا هيكون هيشرفنا أبونا جون هيصلي معانا القداس من 8 ل 10، ويوم الخميس برضو القداس بتاعنا من الساعة 8 ل 10. ونرجع تاني بقى لمواعيدنا المعتادة، درس الكتاب يوم الأربع من 7 نعمله من 7 أحسن، بدري شوية عشان دخلنا في المدارس، نعمله من 7 ل 8 ونص يوم الأربع يوم السبت، نبتدى من السبت اللي جاي، يعني السبت اللي جاي نبتدي الساعة 7 ونخلص الساعة 8 ونص. والقداس العربي طبعًا معروف ميعاده يوم السبت من الساعة 8 ل 10، كل قداساتنا الأربع والسبت من 8 ل 10، كل اجتماعاتنا الأربع والسبت من 7 ل 8 ونص، قداس الحد بس هو اللي بيختلف. اللي لسه ما حجزش في المؤتمر بتاع أبونا داود لمعي ممكن يحجز، واللي مش عارف يعمل ريجستريشن يشوف نانسي او يكلم ايرين وهي تبعت لنانسي، يعني المهم ان احنا ما نكسلش ونحضر وناخد بركه ابونا داود لمعي. انتوا تتمتعوا ببركات كتيره، يعني في مصر ما مش قادرين يتمتعوا ببركات دي، حتى ابونا داود نفسه لغي الاجتماعات بتاعته، هتبقى بركه انه يجي يعمل اجتماعاته عندنا هنا ونستفيد من وجوده. هنرتب مع بعض ترنيمة، يعني العدد الأولاني والتاني، حافظين ترنيمة كنيسة يا أرجو لك؟ حافظينها شوية؟ طب نحاول نقولها عشان الكنيسة في مصر، وبعدين نصلي مع أبونا صلوة صغيرة. أبونا احنا بنختم باجتماع صلاة صغير كانت جزء من الترنيمة ومعها صلوة. لا أتصلي.